العراق والشرق الأوسط والعالم بأكمله يترقب ما سيجري الشهر القادم في الكونغرس الأمريكي. أتحدث هنا عن الانتخابات النصفية القادمة في 8 نوفمبر في مجلسي النواب والشيوخ بين الحزبين، الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، وأن هنالك انعكاسات ستكون على الشرق الأوسط وعلى العالم بأكمله من خلال هذه النتائج إذا ما تمكن الحزب الجمهوري من تغيير خارطة مجلسي النواب ومجلس الشيوخ وسيطروا على هذا الأمر. كيف لهذا الأمر ممكن أن يكون حقيقيا في ظل أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وأن الرئيس هو ديمقراطي؟ في حقيقة الأمر أن ستيفن أيكوك وهو زميل بارز في دراسات الشرق الأوسط بمعهد المجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، هذا الرجل في عام 2019 على الفورم بوليسي كان قد وضح بأن خارطة الشرق الأوسط هي فيها دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، دول حمراء، ويقصد هنا بأنها تنتمي وتميل وتدعم الحزب الجمهوري الأمريكي، ودول زرقاء هي تنتمي وتدعم الحزب الديمقراطي والأقرب إلى الحزب الديمقراطي. وهو أشار هنا إلى عدد من الأطراف، أشار إلى أن المملكة العربية السعودية مع الجمهوريين، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، وكذلك الإسرائيليين، هذه الأطراف كلها تدعم الحزب الجمهوري، وذلك بسبب تعاطف قيادات الحزب الجمهوري الأمريكي وكذلك الناخبين في الحزب الجمهوري الأمريكي، إنهم عادة ما يقفون مع هذه الدول ويهتمون في السياسات الخارجية كثيرا، وتأتي المصالح التي يبحثون عنها في الشرق الأوسط مع تطلعات هذه الأطراف التي تحدثنا عنها. ولكن في نفس الوقت بالنسبة للديمقراطيين هم مع القضية الفلسطينية ويتعاطفون مع الفلسطينيين، ودائما هنالك مشاكل مع الإسرائيليين في مسألة القضية الفلسطينية، وأيضا هم مع مسألة العودة للاتفاقية النووية، بما يأتي بالعكس تماما من مصالح وتحفظات دول مثل السعودية والإمارات من مسألة الاتفاقية النووية الإيرانية. الكونغرس كيف من الممكن أن يلعب دورا في هذه المسألة؟ الكونغرس في حقيقة الأمر هو يوفر أدوات للرئيس الأمريكي جو بايدن وتشريعات من خلالها يستطيع التصرف في العديد من المسائل، التمويل، الأسلحة وغيرها من القرارات عندما يطلبها من الكونغرس الأمريكي. ولكن أيضا من الممكن لهذا الكونغرس أن يعرقل الكثير من الأمور التي يطلبها الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس الأمريكي ويعرقلوها تماما، أو حتى كانت من الحزب للرئيس الأمريكي جو بايدن تعرقل تماما، وبالتالي يضعون لها موقفا مختلفا. على سبيل المثال كانت هنالك بعض التطورات، إذا ما أخذنا واحدة من التطورات وكيف إنها تغيرت في زمن الرئيس الأمريكي جو بايدن، كما نعلم أن جو بايدن هو ديمقراطي والكونغرس الآن بمجلسيه مجلس الشيوخ ومجلس النواب يسيطر عليه الحزب الديمقراطي. الرئيس الأمريكي جو بايدن جاء إلى الشرق الأوسط وقام، عندما ننظر على مسألة اليمن تحديدا، رفع جماعة الحوثي من قوائم الإرهاب، جمد بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية في فبراير من العام الماضي من عام 2021، بل أن الكونغرس الأمريكي بالحزب الديمقراطي تحديدا بهذه السيطرة الكبيرة قام بمحاولة لتمرير وبمحاولة مهمة جدا لتمرير مشروع لمنع بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية، حاولوا تمريره، وإن كانوا يبحثون فعلا عن منع أي رئيس أمريكي في المستقبل من إمكانية بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية. هذا القرار طبعا لم يمر نهاية العام الماضي ولم يتمكنوا من التصويت عليه بسبب تحفظات بعض الديمقراطيين، ولكن لو أرادوا كان من الممكن أن يذهبوا إلى هذا الطريق. طبعا الجمهوريين خارج اللعبة تماما، غير قادرين على فعل شيء تجاه مثل هذه القرارات أو أي قرارات أخرى غير التصريحات في الإعلام، ويضعون قرارات ومشاريع قرارات لكنها غير قادرة على المرور بسبب السيطرة الديمقراطية الكبيرة على القرارات، رغم أن هذا القرار لم يمر، لكن لا تحفظات وأن الدعم من الحزب الديمقراطي مستمر للرئيس الأمريكي جو بايدن فيما فعله في هذه المنطقة. وعلى هذا الأساس تغيرت الأمور، أصبحت جماعة الحوثي يجب عليك أن تتفاوض معها، الأمور ليست كما كانت مع الجمهوريين، وقاموا بضرب المنشآت الحيوية في السعودية في الإمارات العربية المتحدة، جاءت فصائل عراقية أيضا قامت بنفس الضربات وتبنتها، نتحدث عن فصيل ألوية الوعد الحق. وأيضا في نفس الوقت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن راح ويتفاوض مع الإيرانيين في مسألة العودة للاتفاقية النووية، بدأ يخفف من الضغوط، بدأ يسمح بمبيعات النفط بشكل أو بآخر، بدأت تتحسن أوضاع إيران في هذه المسألة، وتزداد قوة وشراسة الفصائل وجماعة الحوثي في هذه المنطقة. هذا الأمر أزعج المملكة العربية السعودية، أزعج الإمارات العربية المتحدة، لأن الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس لديه تحفظات حتى على الضربات التي جاءت بهذا الشكل. وهنا يجب أن ننتبه أن
الديمقراطيين يعتقدون أن الحوثيين هي مسألة منفصلة عن الإيرانيين، يجب أن تكون هنا ما يعتقد به الديمقراطيين، يجب أن يكون هنالك تفاوضا في الداخل اليمني، يجب منع المملكة العربية السعودية أو أي دولة أخرى أن تتدخل في المسألة اليمنية، يجب أن تحل داخليا، يجب أن نعود إلى الاتفاق النووي لنمنع إيران من الوصول إلى القنبلة النووية، نفتح بابا للتفاوض لمناقشة مسألة السياسات الإقليمية للحد من صواريخ إيران البالستية، الطائرات المسيرة، ويستخدمون القوة الناعمة في العقوبات وغيرها. هذه هي التفاصيل التي يلعب عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن وداعم له طبعا الكونغرس الأمريكي بالحزب الديمقراطي الذي يسيطر على هذا الكونغرس. ولكن هذه الأمور طبعا انقلبت مع الحرب الروسية الأوكرانية لكي نفهم، فعندما جاء الرئيس الأمريكي جو بايدن طالبا للحصول على الطاقة، محاولا أن يعيد استئناف بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية، السعودية لم تساعده، الإمارات لم تساعده، عاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الصراع والحديث عن أن مسألة السعودية والإمارات وغيرها من الدول الداعمة أو التي تريد الحزب الجمهوري أن يكون حاضرا انعكست فعلا على الرئيس الأمريكي جو بايدن. هذه السياسات بأن المملكة العربية السعودية وتحديدا عندما نتحدث عن أوبيك بلس يوم أمس اتخذ قرارا بتخفيض إنتاج النفط بمليوني برميل، روسيا طلبت تخفيض النفط بمليون برميل فقط، ولكن الأوبيك بلس خفضها بمليوني برميل، والمملكة الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن المملكة العربية السعودية هي التي تقف خلف هذا الموضوع، واعتبرتها بأنها اعتداءات وبأن هذا عدوانا على الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تخدم روسيا بالدرجة الأساس. واضح هي ضربة كبيرة جدا للحزب الديمقراطي عندما نتحدث عن هذه المسألة والانتخابات القادمة. لكن في نفس الوقت الجمهوريين عندما نتحدث عنهم فهم يدعمون حلفائهم بشكل كبير، يهتمون بالسياسات الخارجية، يهتمون بالقوة السياسية، القوة العسكرية تحديدا، ينفقون على الأمور العسكرية كثيرا، وأيضا هم داعمين للإسرائيليين، داعمين لجمهورية مصر العربية، يعتبرون جماعة الحوثي جماعة إرهابية، يحاولون مواجهة الفصائل المسلحة في كل منطقة ويضغطون عليها ويضغطون على الاتفاقية النووية، ولا يريدون العودة للاتفاق الذي حققه باراك أوباما نهائيا. ولكن أيضا واضح أن الضعف في هذه المسألة أن الانسحاب من الاتفاقية النووية جعل إيران تتقدم على المستوى النووي بشكل كبير، وأصبحت على بعد خطوات قليلة من الوصول إلى القنبلة النووية. ولو وصلت إيران بسبب هذا الانسحاب من الاتفاقية النووية الذي فعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فهذا يعني تصبح دولة نووية إيران، السعودية تصبح دولة نووية وغيرها من دول المنطقة، ويصبح تسلح نووي. هنالك إيجابيات وهنالك أيضا سلبيات في هذه المسألة التي نتحدث عنها. وعلى هذا الأساس أيضا يجب أن ننتبه إلى ما يأتي للعراق تحديدا، وكيف أن الكونغرس يلعب دورا على الداخل العراقي. كلنا نتذكر الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش قال أريد غزو العراق، وعلى هذا الأساس ذهب إلى الكونغرس الأمريكي، طلب منهم تشريعا ووافقوا له على هذا التشريع لاستخدام القوة، أخذ التفويض مباشرة وهو الـ AUMF، وبعد ذلك غزا العراق من دون أي مشكلة. الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استخدم نفس التفويض وقام باغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في عام 2020. ولكن عندما جاء الرئيس الأمريكي جو بايدن وسيطر الديمقراطيين على الكونغرس الأمريكي، قاموا بوضع مشروع لإنهاء هذا التفويض، قالوا بأنه تفويض قديم عفى عليه الزمن، لا نريد هذا التفويض نهائيا، ونحن لسنا في حالة حرب الآن في العراق، النظام السابق تغير وأصبح نظاما مختلفا، على هذا الأساس نريد إلغاء هذا القرار. وفعلا في مجلس النواب الأمريكي بسبب أن الديمقراطيين مسيطرين وافقوا على إلغاء هذا القرار، لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي أيضا وافقت مجلس الشيوخ، حتى هذه اللحظة لم يوافق، وأن هنالك تأخيرا في هذه المسألة. ولكن مع هذه التحركات الرئيس الأمريكي جو بايدن قام بتحويل القوات الأمريكية في العراق بسبب هذا القرار من قوات قتالية إلى قوات استشارية، ويستخدمون القوة الناعمة، لا يريدون استخدام القوة العسكرية كما نعلم. بالنسبة للديمقراطيين الجمهوريين معترضين على هذه الحركة، يقولون إذا تم الاعتداء على قواتنا الأمريكية في العراق فأنت لا تمتلك يا بايدن أي تشريع ممكن أن يساعدك في عملية الرد، والكونغرس ممكن أن يحاسبك على هذه المسألة. بالتالي هنالك صراع كبير جدا، وهنا يأتي دور الكونغرس الأمريكي الذي نتحدث عنه بكل تأكيد. المسألة الكبيرة الآن، ما الذي يجري، ما هو القادم في هذه الانتخابات؟ بالنسبة لمجلس النواب الأمريكي كما تحدثنا الديمقراطيين يسيطرون عليه، ولكن يسيطرون عليه ب15 مقعدا، سيطرة كبيرة جدا في مجلس
النواب، ولكن بالنسبة لمجلس الشيوخ هم يسيطرون فعلا بمقعد واحد فقط. الجمهوريين يمتلكون 50 مقعدا، الديمقراطيين يمتلكون 48 مقعدا، ولكن هنالك مستقلين اثنين عادة ما يصوتون مع الديمقراطيين ويحسبون مع الديمقراطيين، وبالتالي 50 مقعد المقعد الوحيد الفاصل في مجلس الشيوخ الذي يعطي الأغلبية للحزب الديمقراطي هي صوت كامالا هاريس نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، وبالتالي سيطرة رئاسية، سيطرة على الكونغرس من دون أي مشاكل. ما هي حظوظ الحزب الجمهوري من أجل تحقيق الفوز في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ؟ لننظر إلى مجلس النواب الأمريكي. على الرغم أن 15 مقعدا يتقدم فيه أو يتقدم الحزب الديمقراطي بهذه المقاعد، وقد تبدو بأن صعب جدا على الحزب الجمهوري أن يفوز في مجلس النواب، إلا أن استطلاعات الرأي القادمة من 538 توضح بأن نسبة وبنسبة 69% الجمهوريين يمتلكون فرصة للفوز بالأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، وبأن موجة حمراء ريد ويف هي قادمة للسيطرة على مجلس النواب الأمريكي، ولن يتمكن الديمقراطيين من فعل شيء تجاه هذا الأمر. واحدة من الأسباب هي التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، كما تلاحظون أن التضخم وصل إلى 9.1%، هبط إلى 8.3%. هذه النسب التي نتحدث عنها هي الأسوأ على الإطلاق في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 40 عاما. كذلك الهجرة الغير شرعية ازدادت في فترة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفي وجود الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ عوامل كافية لضرب الديمقراطيين في مجلس النواب وإعطاء انتصار واضح طبعا الجمهوريين. كذلك هنالك لعنة تاريخية على ما يبدو لكل رئيس أمريكي يسيطر على البيت الأبيض، فعندما نتحدث هنا عن الحرب الأهلية على سبيل المثال، منذ الحرب الأهلية في الولايات المتحدة في القرن 19 كل رئيس أمريكي يصل إلى البيت الأبيض يخسر الحزب التابع له في مجلس النواب الأمريكي في الانتخابات النصفية مباشرة. كذلك هنالك إحصائيات مثيرة، منذ الحرب العالمية الثانية كل رئيس أمريكي وصل إلى البيت الأبيض خسر مجلس النواب بمعدل متوسط يصل إلى 26 مقعدا، عادة أكثر أو عادة أقل قليلا، ولكن متوسط الخسارة يكون 26 مقعدا في مجلس النواب الأمريكي. وإذا ما أخذنا أمثلة على سبيل المثال، بيل كلينتون في عام 1994 خسر الحزب الديمقراطي مجلس النواب في ذلك الحين. كذلك جورج دبليو بوش في عام 2006 خسر في الانتخابات النصفية في مجلس النواب. باراك أوباما في عام 2010 خسر أيضا مجلس النواب الحزب الديمقراطي آنذاك. وفي زمن دونالد ترامب أيضا خسر الحزب الجمهوري مجلس النواب وسيطر الديمقراطيين آنذاك، ورأينا ما رأيناه من عملية إيقاف للحائط الوول الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل ضبط الحدود والهجرة الغير شرعية. وطبعا رونالد ريغان في عام 1986 أيضا خسر الحزب الخاص به مجلس النواب الأمريكي كما تحدثنا في عام 1986. وبالنسبة لما سيجري الآن بالنسبة إلى جو بايدن، أن الديمقراطيين The Economist أكدت أن الديمقراطيون يتوقعون فقدان السيطرة على مجلس النواب. كل العلامات تؤكد بأننا أمام موجة حمراء لسيطرة الحزب الجمهوري على مجلس النواب. لكن أيضا إذا ما قمنا بإكمال هذا المقال تحديدا في The Economist وجدت الآتي وأكملت وقالت: إلا أن فرصهم في المحافظة على الأغلبية في مجلس الشيوخ آخذة في التحسن. هذه قضية مثيرة للغاية فعلا. الـ 538 توضح أن نسبة فرص الديمقراطيين في الفوز في مجلس الشيوخ والحفاظ على السيطرة في مجلس الشيوخ تصل إلى 67% بحسب استفتاء الـ 538 وعدد من الاستفتاءات. طبعا هذه بسبب العديد من التشريعات التي عمل عليها الحزب الديمقراطي. التشريعات كما نلاحظ ساعدت الرئيس الأمريكي جو بايدن في عملية مصادقة الشعب الأمريكي، وصل إلى نسبة مخفضة للغاية هنا ما يقارب 37% من مصادقة الشعب الأمريكي أو رضا الشعب الأمريكي عن الرئيس الأمريكي جو بايدن. لكن بسبب الأداء في الكونغرس وأداء الرئيس الأمريكي في الفترة الأخيرة ارتفع إلى 42.3% بحسب الـ 538. بالتالي هم يمتلكون فرصة بحسب هذه الإحصائيات للإبقاء بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي الذي تأتي خارطته بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. لكن الصراع خطير للغاية. لماذا؟ لأن بالنسبة للحزب، طبعا عندما نتحدث عن الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي، الفارق والفاصل هو فقط مقعد واحد. إذا فاز فيه الجمهوريين بالمحافظة على الولايات التي يمتلكونها ويسيطرون عليها، سيسيطرون
على مجلس الشيوخ أيضا وليس مجلس النواب. الفارق هو مقعد واحد كما تحدثنا. بالنسبة للخارطة كما تلاحظون الانتخابات ستكون بهذا الشكل في هذه الولايات. الولايات باللون الأبيض هي الولايات التي لن تشهد أي انتخابات، الملونة هي الانتخابات التي ستشهد طبعا الانتخابات كما نتحدث وسيجري فيها عملية التصويت. باللون الأزرق وباللون الأحمر الذي تلاحظونه هنا بهذا الشكل، هذه الولايات تحديدا التي نتحدث عنها هي ولايات 100% ذاهبة إلى الحزب، يعني مثلا باللون الأزرق ذاهبة إلى الحزب الديمقراطي 100%، وكذلك باللون الأحمر هي ولايات جمهورية وستذهب وسيسيطر عليها الجمهوريين. ولكن هنالك 11 ولاية هي تعتبر سوينج ستيت، هي الولايات المتأرجحة. ولكن في هذه الولايات أيضا هنالك ولايات في داخلها تجري فيها عملية صراع أكبر. هذه 11 ولاية على سبيل المثال تبدو من خلال الإحصائيات لكي نوضح ونختصر الأمر أن كولورادو التي تلاحظونها هنا وكذلك نيو هامشير هي تميل بشكل وبنسبة لا بأس بها، ليست بنسبة 100% لكن تصل 80 إلى 75% أن يسيطر عليها الديمقراطيين. في وجه وفي شكل آخر فإننا كما نلاحظ هنا أن آيوا على سبيل المثال أو حتى فلوريدا تبدو قريبة جدا للجمهوريين للسيطرة عليها، تبدو النتيجة ستذهب بهذا الاتجاه. الأقل نسبة بالنسبة للانتصار بالنسبة للديمقراطيين تبدو أن أريزونا قريبة بالنسبة للديمقراطيين للسيطرة عليها، وكذلك بنسلفانيا. هنالك صراع في بنسلفانيا كبير ممكن أن تتحول إلى حمراء، سنرى ما الذي سيحدث الشهر القادم وكيف سيكون العمل، ولكن حاليا هي تبدو قريبة للديمقراطيين بنسبة أقل من كولورادو ونيو هامشير. أما بالنسبة للجمهوريين فهم نوعا ما قريبين من نورث كارولاينا، أوهايو، ويسكونسن للسيطرة على هذه الولايات. تبقى ولايتين هي الولايات التي تعتبر خطيرة للغاية وممكن أن تقرر كل شيء. نتحدث عن نيفادا، نتحدث عن جورجيا، هي التي ممكن طبعا كل ولاية فيها مقعد لكي ننتبه. بالنسبة لنيفادا بنسبة بسيطة للغاية نوعا ما الجمهوريين قريبين إليها، ولكن بالنسبة لجورجيا غير واضح لحد الآن. هذه كلها 50% 50% 50-50 توصب. ستكون العملية ومعركة كبيرة جدا في جورجيا وفي نيفادا وهي التي ستحدد كل شيء بالنسبة لهذه الانتخابات التي نتحدث عنها. وبالتالي مجلس الشيوخ هنالك صراع خطير للغاية بالنسبة للجمهوريين. يجب أن ننتبه أن هنالك لعنة تاريخية أخرى عندما نعود إلى الحرب العالمية الثانية مرة أخرى لنأخذ الإحصائيات، وهذه قد تقع في مصلحة الجمهوريين هنا، أن كل رئيس أمريكي سيطر على البيت الأبيض عادة فإن في مجلس الشيوخ المعدل المتوسط لخسارة الرئيس الأمريكي أو حزب الرئيس الأمريكي معدل الخسارة يأتي بأربع مقاعد، وجمهورين بحاجة إلى مقعد واحد للسيطرة على هذا الأمر. وبالتالي على هذا الأساس بالنسبة لكي نفهم ما الذي ممكن أن يؤثر، أن لو سيطروا، وبما أنه واضح جدا أن الجمهورين يسيطرون على مجلس النواب، فإن الرئيس الأمريكي أي تشريع يبحث عنه في مجلس النواب على سبيل المثال لن يقبل الجمهورين بتمريره بكل تأكيد، وسيوقفون الطريق على هذا القرار وبالتالي لن يصل إلى مجلس الشيوخ. أما إذا سيطروا على مجلس النواب ومجلس الشيوخ فسيعتبر ضربة كبيرة لطبعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، لن يتمكن من الكثير من الأمور، ستكون هنالك الكثير من القيود. ولكن هذا السباق في الانتخابات النصفية بحسب 538 يوضح أن الديمقراطيين أبعد بواحد فاصلة 1% للسيطرة على طبعا الكونغرس الأمريكي بأكمله بمجلسيه النواب والشيوخ. ولكن ريل كلير بوليتكس ترى أن الجمهوريين بهذه النسبة 45.9 مقابل 45.2% نسبة بسيطة للغاية أي 0.7% يعتقدون المصوتين ويريدون الجمهوريين أن يسيطروا على الكونغرس الأمريكي. لذلك هذا يعتبر هو سباق النقطة الواحدة. ترقب كبير لما ممكن أن يجري بكل تأكيد هذه التفاصيل